وربما ما متوقع اكو هيش ناس بالقناة. قبل شو السالفة؟ طبعا هاي قبل فترة نزل صورته بالقناة، طبيعي لايكات وتعليقات، وفجأة تجيني رسالة من شخص مجهول ألقى راسمنا على هاي الصورة. قلت منو أنا مخترع التانكة حتى يرسمني؟ فمن الصدمة نشرتها بالقناة، ولا ما نشرتها طبيت على التليجرام ملقى الرسائل كلها رسمات. لا اله، وحتى المهم الرسم قام يرسم ويدز لي. فقلت ليش ما انشر هاي الصوره وترسموها ونسوي رده فعل عليها، واحلى رسمه تطلع اعطيها ويلا نبلش ونستقبل اول رسم. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدامي. انا المعلم وجاي اعلم على التخين. لا يا الكعبة شنو هاي؟ لا لا بدون شقة، ترى الرسمة وضعيتها زينة، بس التفاصيل مال الوجه تقول واحد واقع من السطح على وجهه. فيلا يلا تقديرا لهذا التعب راح اعطيك تقييم 3/10. اذربيج بعدش مبتدئ بالرسم، وان شاء الله بالمستقبل نشوفك اقوى رسام بالعالم. بس استمر يا الله، ونبدا بالرسمة الثانية. انا متأكد هو يكون رسامي بالقناة، فلا تغركم الرسمة الاولى. لا اله الا الله، يا معودين خاف مشتبهين، هذا مو انا. زين هذا خدش بيه شنو، راحاتي ملتهبل ولا شنو؟ لا لا بدون شق، الرسمه كلش حلو، بس العيون والخشم والحليق والشعر والاذان لو ما رسمتنه هواي يضل. ايش بقى بيها الرسمه؟ فتقييم رسمتك يا اختي 5/10، ومحاوله جيده. الله يعوض الله يعوض. ونستقبل ثالث رسمه ونقول يا الله. اللهم صل على محمد. لا هاي الرسمة يا صديق بغض النظر عن الشعر، بس الرسمة بيها نظرة خاصة تصوير الرسمة. فعشتيدك والله وطيش تقييم 7/10. بعد اشتردين هم قولوا مو زين. ونستقبل الرسمة الرابعة، واكيد احلى من القبلهن. لا اله الا الله شنو هاي؟ قلت لك الرسمة هاي صورة مو ترسمي للجوكر مدعومة بستوتة. فتقييم لهاي الرسمة 0/10. ونعرض الرسمة الخامسة ويا رب تطلع حلوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي صدق رسمة؟ لا والله صدق إبداع، بس الصورة جاي تذكرني بواحد أعتقد بالأنمي كوروساكي. فأطيش تقييم 7/10، بس ها أكون مطلع ذكاء اصطناعي. عند إحساس الرسمة ساسة مختلفة، خلنا نشوفها. وات شنو هاي؟ والله حيرة يا رب. يا أخي الرسمة صحيحة بس أحسك غلط بالموضوع. لا والله بس عاشتي لك، الرسمة قيم لك إياها 7/10. شباب جاي تحسونك غلط بالرسمة لو لا؟ هاي الرسمة الثامنة ومتأكد مختلفة عن البقية. لا 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 والله قلت لكم هاي الرسمة صدق غير يا أخي، من كثر ما ضابطتها حتى عبارة الصورة نفسها بس مخليها فلتر مع الرسم. لا والله تستاهلين 9/10. المرة الجاية حاول ترسمين بالورقة. والرسمة التاسعة، وهل يا ترى تتغلب على الرسمة اللي قبلها؟ خلونا نشوف. دخيلك يا علي، هاي صدق يعني؟ لا 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 صدق أنا هذا، بس ما أدري والله، حس الرسمة حلوة بس مو قانونية بنفس الوقت. لو بالخشم فوق ما هو كبير صابخته أسود حتى يبرز أكثر. فتقييم لهاي الرسمة 8/10. وأدري بيش مستعجلة من رسمة الصورة، بس مو بدعها والله. والرسمة العاشرة ويا الله. لا 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 بدون حكي زايد، هاي الرسمة طيها 8/10. بس العيون والحلق لو ضابطتهن الله شاهد تفوزين. بس عاشت إيدك والله عمو، طلعت فنانين وما أدري. وصلنا الرسمة داعش، وهاي متأكد مختلفة عن باقي الرسمات. لا إله إلا الله، لك ماكو هيج، ورب فنانة بدون نقاش. أنا ولا غلط الرسمة، وبكل هذا الرسمة الرسمة بوقت قليل، فبدون نقاش الرسمة 9/10. والرسمة 12، ويا رب تطلع مثل قبلها. ما شاء الله. شنو هذا الابداع؟ عم قلنا لكم طلعوا مواهبكم، بس مو هيك، ما تخافون تنحزنون، الفخر قام يخرخر من خشمي. هيك كان عندنا ناس بالقناه مبدعين والله عم زين. فتقييم لهاي الرسمه 9.9/10. صراحه هاي الرسمه حبيتها كلش، وقبلها انها ما قاصرات، بس هذا رايي بعد. والرسمه 13، ومعقوله تطلع احلى من قبلها؟ انت ليفل مرتفع جدا ونادر من الرخامه. اوه هاي الرسمة حلوة كلش والله، منين ما باعوا عليها حلوة. فعاشت ايدك مبدعة والله. فتقييم الرسم تيش 9/10. وبقى ذن الرسمات انتم تقيمون، لان الفيديو يطول عليكم، وهم عيب ما طلع الرسمات اللي وصلتني. عندكم هاي الرسمة بدون عيون، ورسمة انمي، وهاي حلوة تستاهل التقييم، وهاي وضعها مشكوك بيه، وهاي حلوة بس احس وجهه غثيث بالرسمة هاي، وهاي مدري شنو، وهاي رسمة مدري فوتوشوب والله ما ادري، وعندكم دبدوب، وهاي بيها قلة تغذية، وهاي ضال بس لحم، وهاي حلوة كلش، وهاي بعد أحلى، وهاي آخر وحدة. مو برأيي أحلى رسمتين لحد الآن هاي وهاي، ولا حد يضوج، ترى كلن حلوات والله. ووصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا لكل شخص رسمني ودز لي صورة وتصميم، صراحة مصدوم لحد الآن، من أنا حتى ترسموني. وإذا عندكم فكرة فيديو نسويها بالمستقبل تكتبوها بالتعليقات، إن شاء الله كلكم أرد عليكم. وآسف على أخطاء صارت بالفيديو من ناحية الصوت المونتاج، يعني بعتذرون، هذا ثاني فيديو أسويه، وإن شاء الله بالمستقبل نتطور أكثر بوجودكم أكيد.
قلبي ونوب بالعين.